السلام عليكم. الاشتراف فاتح شهية ومقوي عام خالي من مادة السايبروهيبتادين اللي هي من مضادات الهستامين اللي ممكن أن تسبب نعاس وخمول عند بعض الأشخاص. وقلنا ونشرنا عنها إنه هاي المادة أثبتت بعض الدراسات إن إلها دور فعال نقدر نستخدمها مع المكملات كتستخدم كفاتح شهية ومقوي عام. وسابقا شرحت عنها شرح كامل. زين، أريد شراب خالي من هاي المادة، يعني شراب أقدر أستخدمه مجموعة فيتامين بالإضافة إلى فاتح شهية أقدر أستخدمه، مقوي عام خالي من هاي المادة أقدر أستخدمه ما يسبب للنحاس وما يسبب عندي لا نحول ولا تعب ولا أرهاق. هاي المادة اللي عندي أو هذا الشراب اللي موجود هنا اللي هو شراب الإيكول، هذا الشراب جدا فعال، يحتوي على مجموعة البي كومبلكس اللي هي B1 B2، يحتوي على B3 ويحتوي على B6 ويحتوي على B5 ويحتوي أيضا على فيتامين سي ويحتوي أيضا على مادة الليسين. هاي المادة اللي هي الليسين الموجودة من ضمن مكونات الإيكول، هاي المادة تعتبر واحدة من أهم المواد أو الأحماض الأمينية اللي يحتاجها الجسم حتى ينتج مجموعة مختلفة من البروتينات. فائدة الليسين إنه يحافظ على سلامة القلب والأوعية الدموية، يحافظ أيضا على الأنسجة الضامة. أيضا الليسين إلى وظيفة جدا مهمة مفيدة جدا للأشخاص اللي يعتهم أمراض سكري أو الأشخاص الرياضيين اللي يحتاجون إلى شرابات مقوية ومكملة. استخدم من عمر 4 سنوات فما فوق. إن شاء الله يا رب الصحة وعافية. تحياتي لكم.